ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، وحديثنا اليوم عن علم إدارة المعرفة، علم مو موجود بشكل كبير وبشكل فعلي، ولكن نسعى لأنه يكون موجود بشكل كبير، لأنه يعتبر جزء رئيس جدا لإكمال العمل بالشكل الصحيح. دكتور محمد، تكلمنا عن ما هو علم إدارة المعرفة، خلينا نتكلم ليش سمي بعلم إدارة، ليش علم إدارة، ليش كان هذا التضخيم والتفخيم فيه، هل لأهميته فعليا؟ نعم، لأنه هو مهم جدا، لأنه هو اللي يساعدنا في عملية إدارة المعارف الموجودة لدينا. احنا دائما ايش نقصد بكلمة إدارة؟ الإدارة معناها عبارة عن تحقيق الأهداف من خلال الآخرين. صحيح. وهذه الأهداف الآن عندنا هي أهداف معرفية. جميل. يعني مثلا نريد ان ننفذ احد الاعمال، زي مثلا نصور الحلقة اللي احنا موجودين فيها. جميل. او اني ابغى اسوق سيارتي، او اني ابغى اعمل عام، انا احتاج كتالوج. هذا الكتالوج حتى استطيع اني اعمل من خلاله، او هذا الدليل الإجرائي. صحيح. يجب ان ينتج من خلال معرفة. يجعل العمل أكثر سهولة وأكثر سلاسة. أكثر سلاسة، ولذلك سموه علم إدارة المعرفة. صحيح. طبعا هو نتكلم فيه أنه كيف نستطيع أن نحول أي منظمة إلى منظمة متعلمة. جميل. لأن عندنا فرد يتعلم، صح؟ أنا عندي خبرات وفلان عنده خبرات، بس تعليمنا مختلف عن بعض، قدراتنا مختلفة. صحيح. والشخص اللي يدخل معنا قد يكون عنده شهادة عالية لكن ما عندهش الخبرة الإجرائية الفعلية. لذلك تجد اللي عندنا أكثر خبرة يكون أكثر عنده قدرة على القيادة. طيب بدأوا يفكرون اليابانيين، طبعا هو اللي أنتجوا هذا العلم، بدأوا يفكرون كيف نستطيع أن نجعل كل المنظمة منظمة متعلمة تنخرط فيه. فقالوا عندنا إدارة، القائد هو المسؤول الأول عن كيف يساعد في تبادل وتسهيل المعرفة بين كل عاملين. جميل جدا. طيب متى أصبح موجود بشكل فعلي دكتور محمد هذا العلم؟ يعني أنا من وجهة نظري ومن خلال حوارك حسيت أنه هو شيء جدا مهم، ما يعتبر تكميلي على قد ما هو شيء أساسي، من المفترض أنه هو يكون موجود في كل كيان في حياتنا بشكل عام. كيف أوجد؟ ليش؟ من متى صار موجود؟ طبعا هو تاريخيا احنا بدأنا مع نهاية الحرب العالمية، بدأ في معرفة انه بتعرفين الحرب بدأ سببت عندها نوع من إشكاليات في وجود ناس، لكن لم يكن متبور بنفس الفكرة. كان داخل ضمن ما يسمى السلوك التنظيمي. جميل. السلوك التنظيمي معناه سلوك العاملين داخل مؤسسة، وكان هناك تفكير في علم النفس الإداري انه نبغى المعرفة اللي جالسة تذوب، الناس جالسين يتقاعدون، الناس جالسين يموتون، تروح معارف معهم. في ايش الحل؟ ايش الحل؟ بدأ الآن السؤال عن ايش الحل؟ ايش أيوة. الحل؟ جامعة هارفارد تم انتداب مجموعة من اليابانيين، توشكا ونيونكا، هذا اثنين من اليابانيين طرحوا لعمل في جامعة هارفارد في إدارة الأعمال، وصار عندهم فكرة إن كيف نستطيع نوظف قضايا الكايزن، قضايا الجودة في عملية تداول معرفة، كيف ننقل المعرفة. تذكري زمان كان عندنا في الجودة حي اسمها الأدلة الإجرائية وتوثيق الإجراءات وكذا. صحيح. قال طب كيف نضيف لها معلومة أخرى؟ بدأنا في الثمانينات نتكلم عن شيء جديد، وهو كيف نستطيع أن ندير المعرفة الموجودة عندنا. في التسعينات، في 92 بدأ يتبلور كعلم كامل. خلاص. خلاص انه ظهر كعلم كامل اسمه علم اداره المعرفه. جميل. وبدا عنه التعريف اكثر، وبدا يظهر اكثر شيء في القطاع الخاص. ممتاز. تعريف القطاع الخاص لما ظهر عندنا شيء اسمه الحوكمه. ايش معنى الحوكمه؟ معناها انه الناس اصحاب المنشاه، الاهل هذه المنشاه او الشركه، المالكين لها سيخرجون من الاداره وسياتي مدير تنفيذي لادارتها. وهذا المدير التنفيذي المفروض انه يقرر ويعطي تقرير للمالكين والمساهمين عن عملها. طيب المالكين يقولوا طب لو مش المدير التنفيذي اللي كل خبره موجوده في راسه، صحيح. ايش اللي بيحصل؟ صحيح. فبداوا يفكروا ان كيف ندعم علم اداره المعرفه بحيث هذه المعرفه كلها تكون مكتنزه عندنا كوثائق. جميل جدا. دكتور محمد، ما شاء الله وجدت ولاحظت فيك في الفتره الاخيره اصبحت تقيم دورات تدريبيه خاصه في علم اداره المعرفه. خلينا نتكلم عن مدى وعي المجتمع السعودي في هذا العلم، هل بتحس ارتفع مستوى الوعي عندنا في اهميه وجود اداره واهميه وجود جانب أساسي ورئيس في كل منشأة عن إدارة المعرفة بشكل كامل ومتكامل؟ يا سلام عليك. أولا الآن التوجه الجديد عالميا أن توجد عندنا إدارة اسمها إدارة المعرفة. جميل. بدل من إدارة التطوير تدخل داخل إدارة المعرفة. ممتاز. هذا الآن توجه عالمي. ممتاز. اللي لاحظته أنا من خلال عملي أنا أدرب في المجال الإداري، لاحظت أنه إحنا نتكلم عن التخطيط ونتكلم عن التنظيم ونتكلم عن الرقابة والقيادة. صحيح. لكن كأننا نتكلم عن جزر، يعني جزر مفككة ما تخدم المنظمة، مش في شيء ناقص يجمعها. علم إدارة معرفة مثل المنصة، كأنه مثل هذه الطاولة اللي كل الفعاليات راح تنحط فوقها. جميل. تعطينا نوع من التناغم الهرموني الموجود كله، يحتاج القيادة فيه تكون موجودة. لما جت رؤية 2030 دفعت القيادات في منظمات القطاع الحكومي خاصة والقطاع الخاص إن لابد يحصل عندها تغيير. هذا التغيير أصبح الآن عندنا ترشيد أكثر، تركيز أكثر على تنفيذ الرؤية، تركيز أكثر على تنفيذ أهداف. وذاك صار عندهم يعني سؤال تساؤل، طبعا انا اخطط انا انظم بس ما اشوف انه يحصل عندي الهرموني اللي التناغم بين المنظمه كلها. صحيح. فبداوا يطلبون ايش ممكن يجعلنا كاستشارات اداريه، ايش ممكن يجعلنا نناغم بين كل هذه الاحداث. هل افضل ان نحضر مستشارين من برا؟ وكانوا يحضروني انا مثلا اتحدث عن نفسي وغيره عن المستشارين، ان نعطيهم معلومات خارجيه
وكان دائما اقول لهم انه يا جماعه ترى افضل مستشارين هم مستشاريكم انتم. صحيح. لكن انتم تحتاجون اسلوب نخلي هذا المستشارين يخرجون المعارف اللي عندهم نتداولها مع بعض. صحيح. كيف نحول المنظمه من فرد متعلم الى فريق عمل متعلم الى معارف عندنا موجوده متعلمه ثم نتداولها بشكل كثير. يمكن الناس اللي تقاعدوا يذكرون الشيء التالي، انه لحظه حزينه لما تشعر انك انت تقاعدت وفي الاخير حد ودعوك بحفل احطوك فيه جوائز وهدايا، لكن بعضنا ما ودعوه بحفل. صحيح. خلصت كذا تحس كانه خلاص انتهى الفيلم. طيب والمعارف اللي عندي تروح توديها للقطاع الخاص او توديها لجهه اخرى وتجد نفسك انك تنجح بس المنظمه خسرت. فاصبح اليوم هناك توجه، انا ارى اليوم ان عندنا وعي كبير جدا في المجتمع السعودي والخليجي والعربي كله نحوه، ليس لمعرفتنا باهميه اداره المعرفه. أيوة. لكن احنا الان جالسين ننمو، يعني اليوم صار في اهتمام اكثر بجلسات العصف الذهني، ورش العمل. صحيح. التدريب، بس من يبغى التدريب؟ هو يقول لك ايش؟ انا ما ابغى دوره تدريبيه في التخطيط. انا ابغى يعني حتى لم يوصلوا له، ابغى كيف اخلي موظفيني يتحاورون ويتناقشون وينقلون المعارف ما بينهم. صحيح. كيف الشخص اللي كان عندنا موظف خرج برا المنظمه نجيبه ويحكي لنا ايش اللي حصل؟ هنا نقول لهم هذا اللي احنا نسميه علم اداره المعرفه. جميل جدا. طيب خلينا نتكلم، تكلمنا عن أنواع إدارة المعرفة أو علم إدارة المعرفة، إذا حنتكلم عن المصادر ذكرت أنه مصادر إدارة المعرفة هم من المفترض أن يكونوا كأشخاص، صحيح؟ نعم. موجودين في المنشأة أو في المكان. طيب أنا كمنشأة أو كمكان حاب أنه أنا أطبق هذا العلم وأجعله جزء أساسي موجود في منشأتي. ممتاز. إيش هي الخطوط؟ وبجي أقول للدكتور محمد، دكتور محمد الآن أنا أبغى أسوي 1 2 3 بحيث علم إدارة المعرفة يكون جزء أساسي في منشأتي، إيش اللي أنا بنسوي أو نقطة البداية؟ نقطة البداية لازم نقتنع بأربع ثوابت. جميل. الثابت الأول إنه المعرفة موجودة أصلاً في موظفينا. خلاص موجودة موجودة. اثنين، ممكن هذه المعرفة الموجودة في موظفينا يكون لها استراتيجية لإخراج المعرفة وتداولها. النقطة الثالثة إنه قد نحتاج ميسر مسهل مساعد لنا لتوطين المعرفة. أقصد بتوطين المعرفة أن نسكنها في المنظمة. يعني لا أقصد بها أن توطينها معنى يكونوا وطنيين، إنما توطينها معنى أن نسكن هذه المعرفة داخل منظمتنا. جميل. النقطة الرابعة أنه كل معرفة ضمنية يجب أن تتحول عندنا المعرفة من صريحة وتحسن بشكل مستمر عندنا، نحسنها بشكل دائم. طيب كيف نبدأ؟ كيف نبدأ العمل؟ أيوة. معنا هنا عندنا في نموذج يسمى نموذج نسميه دورة تبادل إنتاج المعرفة وتبادلها، لو تحبي نشوفه كشريحة. الحين الشباب يحطون لنا هذا النموذج يسمى نموذج سيسي أو نموذج تبادل وإنتاج المعرفة، كيف يتم تبادلها على شكل خطوات علمية. ممتاز. تبدأ الخطوة الأولى من أفراد جميل. مكتنزين للمعرفة عندهم خبرات، لكن عادة أما أنهم يعبرون عن معارفهم بشكل شخصي. نتقابل مثلا أنا وأنت الآن لاحظي في هذا النموذج. نقول عندنا نوعين من المعرفة كما ذكرنا، معرفة ضمنية معرفة صريحة. جميل. تبدأ الآن النموذج في الجهة اليسرى بالتفاعل اللي هو من ضمنية إلى ضمنية. جميل. ضمنية ضمنية زي أنا ما أسوي أنا الآن، أنا أحدثكم بشكل مباشر. صحيح. وأنت تصركم المعرفة، فأنا جالس أنقل معرفة مني ضمنية لضمنية. جميل. هذه المعرفة الضمنية الضمنية هي معرفة أفراد، فرد يحدث أفراد أو فرد يحدث مجموعة، حتى الآن ما في توثيق، ما حد يكتب الكلام، ما في أي شيء، ما في كلام. مجرد. هذه المعرفة بعد شوي لاحظوا معي، أتمنى ما نقولها الآن، هذه ارجع للشريحة الأولى، نرجع للشريحة اللي قبلها أو الصورة اللي قبلها. نعم. جميل. هذه المعرفة من ضمنية إلى ضمنية كله عبارة عن أفراد. ممتاز. بعد قليل يبدا الان عندنا مرحله التجسيد اللي هي مرحله ثانيه، تحويل المعرفه من ضمنيه الى معرفه صريحه. هذه كيف نسوي؟ نجلس على شكل فريق عمل ونجتمع احنا الموظفين، نفرق كل ما عندنا من ملاحظات للتحسين. جميل. مثلا صورنا هذه الحلقه، خلينا نتكلم عن حلقتنا هذه، بدنا منها نقطه تحول، خلينا نقطه تحول. صحيح. في المعرفه الضمنيه الضمنيه انا الان قلت المعرفه نقلتها لكم، بعد ما خلصنا من ضمنية ضمنية خلصت الحلقة، نجلس من ضمنية صريحة، نجلس أنا وأنت وفريق العمل نقول تعالوا الكلام اللي قلناه يلا خلنا أول شيء نوثقه عشان نطلع منه كتاب. هذا ممتاز. تحويل من معرفة ضمنية لمعرفة لنجعلها صريحة. صريحة. جميل. كيف نحسن الحلقة؟ هذا موضوع تجسيد، خلنا نسوي نماذج لعملية التصوير وعملية إنتاجها وكيف نطلع هذه الأفكار. هل تجسيد من مرحلة ضمنية صريحة؟ جميل. كل شيء حول معنا الورق. طيب بعدين نروح المرحلة اللي بعدها وهي مرحلة خطيرة، التجميع لمعرفة صريحة صريحة. هذا الآن بيحول عندنا الأفكار من انها كانت بس احنا اخذنا نموذجنا، لان نجيب نماذج اخرى داعمة لتحسين الحلقه. صحيح. فنقولها على شكل فرق عمل، كل فرق عمل عندنا موجوده عشان ينتج عندنا كافكار. جميل. ثم ينتقل عندنا المعرفه من معرفه صريحه الى معرفه صريحه ذاتيه، يعني ذاتية. احنا خلاص اي واحد جاء بعدنا الاستاذه منى مشت، اي واحد بيمشي على الكتالوج ده بينتج عندنا النجاح. لذلك تلاحظي هذا المثلث، هذا الان الرسمه الحلزونيه. هذه افكار نونكا وتشوشكي، ايش يقولوا؟ ان الافكار راح تنتقل من رقم واحد من الافراد تكون معرفه ضمنيه. جميل. الى فريق العمل المعرفة اثنين، ثم فريق العمل سينقلها للمنظمة، ثم المنظمة تتحول تصبح اسمها منظمة متعلمة
عشان كذا اليوم نقول عندنا على مستوى العالم عندنا نوعين من المنظمات، منظمات متعلمة رائدة زي مثلا منظمات اللي تشوف الآن تنتج المعرفة، زي مثلا منظمات تنتج الموبايل وتنتج السيارات، هذه كلها منظمات متعلمة عندها مراكز بحثية عليا لإخراج المعرفة، ومنظمات أخرى منظمات تابعة تتبع هذه المنظمات اللي تنتج المعرفة وتسوي زيها بس مقلدة تقلد. وبالتالي عندنا نوعين من المعارف، إنه كيف ننقل المعرفة من أفراد إلى فريق العمل إلى منظمة إلى منظمة متعلمة. طبعا كذا إن أي موظف عندنا له قيمة، قيمة عالية جدا، هي قيمة إنتاج المعرفة من الفرد اللي كان موجود معنا. إحنا نخسر أحيانا كثيرا من معارف الأشخاص الموجودين عندنا، صحيح نخسرهم إنه كان عندهم معارف ضمنية لكن تقاعدوا وراحوا وخسرنا كل معارفهم. فلاحظي أعلى شيء عندنا هي مرحلة المنظمة المتعلمة، تكون منظمة نفسها أفكارها تنتج، وطبعا هذه المنظمة المتعلمة يجب أن تحسن وبشكل مستمر. صحيح. هل نقدر إنه إحنا نقول دكتور محمد أصبحنا في الفترة الحالية يوجد عندنا منشآت متعلمة أو قطاعات متعلمة بشكل فعلي وأصبح موجود فيها هذا العلم ومعتمد بشكل كامل؟ نعم، عندنا حقيقة في السعودية لدينا مثلا أرامكو عندها تطور عالي جدا في هذا المجال، مجال علم إدارة المعرفة. يعني الأدلة الإجرائية الموجودة عند أرامكو، إصدارات أرامكو يعتبر شيء جدا عالي. على فكرة كيف تستطيع أن تقيس أن منظمة ما متعلمة ولا غير متعلمة؟ أيوة. نعم، بالإصدار المعرفي الموجود عندها. يعني الآن إذا كانت المنظمة هذه عندها ابتكارات وعندها مسجل هذه الابتكارات كحقوق وتنشرها للمعرفة الآخرين وتصدر هذه المعرفة، نقول هذه منظمة متعلمة. يعني مثلا أعطيك مثال عشان نقيم منظمة ما إنها متعلمة ولا غير متعلمة. فلنقول إني زرت أحد المنظمات، أول ما سأتي عندهم سأقول له أنا أبغى منكم الشيء التالي: ما هو دليل إجراءات العمل الموجود لديكم؟ ما هي لائحة العمل الموجود عندكم؟ ما هي بطاقات الوصف الموجود عندكم؟ ما هي المعارف التي أنتم منشئتوها؟ فإذا جيت لقيتهم من بطاقة الوصف الوظيفي حق الموظفين غير موجودة أصلا، غير موجودة، طيب أدلة إجرائية غير موثقة، إذا ماذا ما أنتجوا معرفة؟ فكيف هم بيساعدون آخر؟ تذكر لما يكون في الطيارة إيش يقول لنا الطيار؟ دائما يقول أولا البس أنبوبة أكسجين ثم ساعد غيرك. صحيح. فمشكلة من حصل منظمة تنتج معارف وصدرها الآخرين بس هي مش موجودة عندها في الداخل، هم ساعدة نفسها بالأساس. وذلك عندنا حتى نموذج نسميه نموذج تأهيل المنظمات لتعليم المعرفة. أول ما نبدأ المرحلة الأولى نبدأ ندرس مدى تعريف المنظمة الموجودة عندنا داخليا، وعندنا 11 عنصر، عندنا استراتيجية نسميها ماذا؟ نسميها 1-4-4-2 لقياس مدى المعرفة الموجودة عند المنظمة. جميل، رح نرجع لهذه الجزئية ورح نتكلم عنها بتفصيل دكتور محمد، لكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا في نقطة تحول.